بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وناصر المستضعفين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارضى عن آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها السادة الأعزاء، هذه الأيام والليالي المتبقية من رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى فيها أن يجعلنا من المقبولين، لأنه يقول: والعاقبة للتقوى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا في هذه الأيام قد قبلت أعمالنا وتقبل الله منا صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الراضين المرضيين، آمين. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقفنا في هذه السلسلة المباركة من هذه الأيام الفضيلة عند قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أول ملحظ من ملاحظ هذه الآية التي تعطيك معنى الإيمان وإليها المرجع في الميزان، بمعنى كما ذكرنا في مناسبات سابقة: من أراد أن يقيس درجة إيمانه فليقيس على هذه الآية، من أراد أن يفرح بكونه مؤمنا حقا فلينظر نفسه في هذه الصفات وهذه الخلال: إذا ذكر الله وجل قلبه، إذا تلي عليه القرآن زاده إيمانا وعملا وابتسامة، لا يتوكل ولا يعتقد ولا يرجو ولا يطرق إلا باب الله. ثم ذكر الصلاة والزكاة. الملحظ الأول هو أننا نعلم أن الصلاة عماد الدين والركن الركين، وأن بها الابتداء، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم، يعني بين أهل الكفر، الصلاة، فمن تركها فقد كفر، إلى آخر الأحاديث الواردة في فضل الصلاة وفرضها. نلحظ أنه أخرها في الذكر. الله تعالى قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله أولا وأخر ثم وجلت قلوبهم ثانيا وعلى ربهم يتوكلون ثالثا، ثم بعد هذا كله ذكر سبحانه وتعالى الصلاة. لماذا أخر الصلاة مع أنها الركن الراكين في الدين؟ الصلاة إذا لم تكن من قلب خائف بالله فإنها صلاة ناقصة. لذلك قدم سبحانه وتعالى بالحديث عن القلوب وعن أهمية تصفية القلوب وعن ضرورة وركنية معاهدة أمراض القلوب، لأن القلب الذي لا يخاف الله قلب مريض إن لم يكن ميتا والعياذ بالله. القلب الذي إذا قرئ على صاحب القرآن ولا يرتعج ولا يرتعد ولا يتأثر قلب مريض، ولذلك صاحب القلب المريض وإن صلى لا يكون مقيما للصلاة وإنما يكون مصليا. لذلك لما ذكر الله هذه الصفات عقبها سبحانه وتعالى بقوله: الذين يقيمون الصلاة، فقال يقيمون، معنى الإقامة أن تكون وفقا صلاة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالضرورة أن تكون صلاة قائمين في الظاهر، ولكن بالضرورة أن يكون قلبك قائما لله سبحانه وتعالى، أن يكون قلبك ساجدا في حضرة الله سبحانه وتعالى، أن يكون قلبك في الصلاة متواضعا لله سبحانه وتعالى، أن يكون قلبك معتقدا في الله سبحانه وتعالى. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أيها الأحبة في الله، لاحظوا كون الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية التي ذكرت أوصاف أهل الإيمان حقا وصدقا أخر الحديث عن الصلاة، وكون الصلاة مؤخرة هنا لا لكونها متأخرة في الطلب، ولكن لضرورة الاعتناء بالشيء الذي يصحبها باطنا وهو القلب. الناس عادة يسألون، بل يشكو المؤمن الصادق يشكو قلة خشوعه في الصلاة، وأنتم تعلمون أن الخشوع الركن الركيب في هذه الصلاة، مصداقا لقوله جل في علا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، ثم بعد ذلك قالوا الذين هم على صلواتهم يحافظون. المحافظة على الصلاة مؤخرة، والمقدم الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإذا سألت نفسك وسأل كل واحد من نفسه ما مقدار خشوعه في الصلاة، ما معنى الخشوع في الصلاة؟ هو أن تغيب بالصلاة ومن إليه تصلي عن كل ما سوى. أنت لما تدخل الصلاة تغيب عن كل ما سوى الله، ولا يخطر ببالك شيء إلا الله. هذا يمكن أن نقول أنه شبه مستحيل إلا لنبي، إلا لنبي. ولذلك من رحمة رسول الله بهذه الأمة صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لاحظوا يا إخوان، كثير من الناس لا يتدبرونها، ولم يقل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما أصلي. أن العبرات الاختصار قصد أن يقول: صلوا كما أصلي. هل يستطيع أحد من أول الزمان إلى النفخ في الصور أن يصلي كما صلى رسول الله؟ ربما في الظاهر نعم، بعض الناس يجتهدون يقول لك هذه صلاة رسول الله، في الحركات الباطنة كيف رفع يديه، كيف قبض، كيف ركع، كيف، كلها في الظاهر. جميل أن يجتهد المؤمن للتحري صورة وكيفية صلاة رسول الله مع وقوع الخلاف فيها من عهد الصحابة. بعض الناس يظن أن صلاة رسول الله شيء واحد لا خلاف فيه، وهذا غلط. الصحابة أنفسهم اختلفوا في صلاة رسول الله بعد رسول الله، وهم شاهدوا رسول الله. ومن قرأ السنة فإن ذلك وأدركه، ومن لم يقرأ كتب السيرة والسنة وكتب الفقه سيقول: لا، هذه هي الصلاة التي وردت عن رسول الله، وينكر على غيره. هذا مدخل شيطاني ودليل على قلة المطالعة والقراءة. اختلف الصحابة في صفة صلاة رسول الله في أشياء كثيرة، من أول التكبير إلى التسليم، في أشياء كثيرة، حتى في الأذان اختلف، حتى في الإقامة اختلف أشياء كثيرة. لكن العبرة ليست بإقامة صلاتك ظاهرا كيف صلى رسول الله. كم منهم من يجتهد لأن يصلي كما يظن ويتوهم أنها صلاة رسول الله، ولكن يخرج منها صفرا. لماذا؟ لأنه شغل بالنظر إلى صلاة من جب جانبه. واحد تصلي تدور تقول له: ما درتيش هذه، وكان عليك دير هذه، وإن حظك أنت من الصلاة. كان حظه من الصلاة هو النظر والتتبع والمراقبة والتجسس على صلاة الناس، ولست مطلوبا أنت ولا ملزم بأن تتبع صلاة الناس، خصوصا وأنت في الصلاة. من دخل الصلاة سهى عن الله بما يفعله من على يمينه وعن شماله. لا دخل لك أنت في صلاة الناس. إن كنت عالما علم في غير وقت الصلاة، إن كنت فقيها فقه في غير وقت الصلاة. أما وأنت مصلي وتخرج من الصلاة وتعدد للناس أخطاءهم بين قوسين، وتعدد للناس زلاتهم، فلا حظ لك في تلك الصلاة. حظك في الصلاة ما راقبت في أحوال الخلق. الواجب على الواحد منا إذا دخل في حضرة الله في الصلاة أن لا يغيب عن الله بسواه، هذا معنى الإقامة. فلذلك نحن لما نخشى، عفوا، لما نشكو قلة الخشوع والخضوع واستحضار عظمة الرب في الصلاة والبكاء على النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل الصلاة يبكي بكاء حتى يسمع من صدره أزيز كأزيز من الجلد. هذه صلاة رسول الله. الواحد منا يصحح الظاهر يظن أنه أتى على خير، ويجتهد اجتهاد التعصب واجتهاد المبالغة واجتهاد الغلو، وليس له حظ من صلاة رسول الله في الخشوع ولا في الخضوع. وإن بكى بكى تصنعا أو تكلفا. رسول الله وهو أخشى الخلق لله كان إذا صلى صلاة
يبكي فيها صلى الله عليه وسلم حتى يسمع من صدره صوت كصوت العزيز المجري يعني الماء الذي يغلى على النار يسمع له صوت لا. هذا الصوت من شدة بكاءه صلى الله عليه وسلم. هذا الذين يقيمون الصلاة ليس الذين يصلون. وكيف تقيم الصلاة خشوعا؟ بقلب خال من سوى الله. لذلك قدم الذين قدف عفوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إذا كان قلبك من القلوب التي توجل من خشية الله إذا صلى خشع وخضع لله. إذا لم يكن قلبك من طينة ما يخشى ويبكي ويذرف الدمع ويقشعر بدنه لذكر اسم الله إذا صلى فكر في التجارة وفي الأهل والأولاد والمشاكل والمصائب وإلى آخره. سأل الله العافية. ثم قال سبحانه وتعالى ومما رزقناه ينفقون. هنا ملحظ ثالث في هذه الآية، لم يقل سبحانه وتعالى، لا دائما المرجع لفهم القرآن لغة العرب قواعد اللغة، لم يقل سبحانه وتعالى وينفقون مما رزقناهم، لأن العادة أن يقدم العامل على معمولته، الفعل على الفاعل على المفعول، أو لا ياك وليدي، لا وقد قدم المفعول ومما رزقناهم ينفقون. علاش؟ يقول لك علماء اللغة والأصول تفسير قدم المفعول للحصر وللتنبيه على أساس أن الذي تتصدق منه ليس مالا لك ولا ملكا لك وإنما هو رزق الله أو دعه يدك. قال ومما رزقناهم، حتى لا تظن أن الدرهم الذي تصدقت به على المسكين أنت صاحب الفضل عليه، لا، الله صاحب الفضل عليك أولا لأنه رزقك ما به تتصدق، ثانيا لأنه هي لك أسباب الصدقة، ثالثا لأنه هداك لسبل الصدقة. فكم من صاحب درهم غلبه الشيطان فبخل به، أولا يا إخواني. فلذلك يقول لك الله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. ينفقون هذا فعل مضارع، والمضارعة في لغة العرب تفيد الدوام والاستمرار، ليس الذي ينفق مرة، ينفق على الدوام والاستمرار في كل أحواله. وإليه الإشارة بقوله سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء عندهم وفي الضراء ما عندهمش، ينفقون ولو شئت امرأ، هؤلاء يوم القيامة يدخلون الجنة بغير حساب. أصحاب هذه الصفات المذكورة في مبتدأ سورة الأنفال قال الله تعالى عنهم، وهو المرجع لنا جميعا لنعرف أين نحن في سيرنا إلى الله، أولئك أصحاب هذه الصفات. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ست صفات من تحققت فيه قال الله تعالى عنه شهادة منه سبحانه وتعالى أولئك هم المؤمنون حقا. معنى هذا منطوق، هذا منطوق مفهومه، غيرهم ومن لم يتصف بهذه الصفات ليس مؤمنا حقا. قال لكم منطوق له مفهوم، قال أولئك هم المؤمنون حقا، من لم يتصف بهذه الصفات أو بواحدة اختلت صفة من هذه الصفات مؤمن نعم ولكن لم يكمل إيمانه. الرجل يصلي ويزكي ولكن قلبه لا يخاف الله ولا يخشى الله، هذا إيمانه فيه خلل وينبغي أن يراجع. ما هو أجرهم؟ لهم درجات عند ربهم. تعرفون أن الجنة درجات، فالله تعالى يعلي درجاتهم عند ربهم. الفائدة ليست الدرجات، الفضل ليس في الدرجات في العلوم، لكن الدرجات عند من؟ الله. كم من واحد منا يطلب الدرجة عند الخلق؟ إذا ابتسم له أحد من الأعيان جعل ذلك اليوم عيدا، وهو من الخلق ضعيف لضعيف، فكيف وأن الذي يرضى عنك ويرفعك إليه الله. لهم درجات عند ربهم، هذه فائدة. كما قالت زوجته فرعون رب ابني لي بيتا، ما قالتش بيتا، رب ابني لي عندك بيتا. شوف هذا الخطأ، هذا مفيد، لو قالت رب ابني لي بيتا عاد باش قالت عندك، كان قصدها البيت القصر. احنا تقول اللهم ارزقنا قصرا، هي ماذا تطلب الله؟ ماذا؟ ما عنده معية، تطلب من الله المعية، رب ابني لي عندك
إن أريد قربك ورضاك. هنا قال لهم درجات عند ربهم فضل في المعية بالنعم ومغفرة ورزق كريم. اللهم اغفر لنا، اللهم تقبل منا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اسرع عوراتنا، اللهم امن روعاتنا، اللهم اذهب سقامنا، اللهم اشف امراضنا، اللهم عاف عللنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم اغفر ذنوبنا. نسالك يا ارحم الراحمين في هذه الايام المباركه، في هذه الليله المباركه، ان تختم لنا بخاتمه لا اله الا الله. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه، اللهم كما اخترت لنا لا اله الا الله فاختم لنا بلا اله الا الله، واحشرنا من امه لا اله الا الله، وثبتنا في القبر على لا اله الا الله، واحشرنا من اهل لا اله الا الله. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وعافنا واعف عنا، واغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. نسالك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ان ترحم موتى المسلمين جميعا الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك، وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. صل اللهم وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.